السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة النجم. أنا الآن موجود في الجامعة الإسلامية، إن شاء الله تعالى أسجل بعض وأعلق أو أرد بعض التعليقات اللي في اليوتيوب بإذن الله تعالى. أنا الآن متواجد في الجامعة، هذاك هو المسجد، مسجد ابن باس، هذاك هو المسجد ابن باس، وهنا كلية الشريعة. أنا جالس أمام كلية الشريعة كما ترون، وهناك مكان الانتظار الباصات التي تذهب إلى الربوة، وخلفي كلية الدعوة وكلية الحديث، وبعدها كلية الدعوة، وهناك كلية القرآن الكريم. هؤلاء الطلاب خرجوا من المسجد وصلوا صلاة العصر، وأنا أنتظر الباصات الجامعة التي تذهب إلى الربوة. لين ما يوصلون الباصات مسجل فيديو قصير جدا، وهو عن بعض التعليقات، الرد بعض التعليقات المهمة في اليوتيوب. هذا الطلاب يمشون بهذا، بعضهم بالدراجات النارية، بعضهم بالدراجات الهوائية. نبدأ وعلى بركة الله. أول تعليق: هل يوجد أخبار بالنسبة للمرشحين الجدد؟ لا، هذا يخص الجامعة وننتظر من الجامعة. وهذا الأخ يقول، الأخ عبد الله السلفي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل التزكيتان ضروريتان؟ وهل الحل وما الحل إذا لم أتمكن من توفيرها؟ بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي عبد الله، هذه الورقة أما الورقتين التي تسمى التزكية واجبة للجميع الطلاب، بدون تزكية لا يتم قبولك، أو بدون أن تتوفر شروط الجامعة لا يتم القبول من جهة الجامعة أخي العزيز، كما هو المكتوب في موقع الجامعة. وهذا الأخ يقول، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الأخ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنبئكم المكتوبة باللغة العربية أرد بالعربي، واللي مكتوبة باللغة الصومالية إن شاء الله برد باللغة الصومالية. هذا الأخ يقول، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخي الكريم، أريد أن أسألكم، هل يقبل المعاق في الجامعة الإسلامية؟ هل يقبل المعاق في الجامعة الإسلامية؟ والله كما هو المكتوب في الموقع الجامعة، ما أدري، في طلاب معاقين، في طلاب معاقين ما يستطيعون يمشون، ما أدري أصيبوا في هذا في المملكة، أو كانوا عندما يأتون كانوا مصابين، ما أدري، الله أعلم. لكن في طلاب، لكن في طلاب معاقين في الجامعة، وهل توافق الجامعة؟ والله ما أدري. وكذلك هذا الأخ يقول، الجيل الذهبي، لكن كيف ندفع وثائق التسجيل؟ يقول لك كيف ندفع أو كيف نرسل وثائق التسجيل؟ وثائق التسجيل تقدمها عن طريق الموقع، كيفية التقديم وكل شيء مسجل، وإن شاء الله تعالى نتوقع أن يتم فتح موقع الجامعة في هذا الشهر، شهر 9 2022. نتمنى، لكن ما ندري الوقت الحقيقي. الجامعة هي اللي ستعلن وستخبرنا أنه فتح، لكن نحن كطلاب مثل كطالب اللي في الخارج مثل 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 مثلكم، نحن ما ندري الخبر، ننتظر من الجامعة. وهذا الأخ يقول، 9S، أخي في هذه في هذا الوقت التقديم مفتوح لطلاب الخارجية؟ لا، لكن ننتظر من الجامعة. لو تابع تويتر الجامعة أو فيسبوك الجامعة هي اللي ستعلن عن فتح موقع الجامعة. هذا الأخ يقول، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متى يفتح التسجيل منحة الخارجية؟ ننتظر من الجامعة أخي العزيز. هذا الأخ يقول، كتب باللغة الصومالية عبد الله موسى، ولا لو حقي لقى هلا واتساب كذا فيديو كان حتى صوت وكان أداوني سو متك كوسيو يوتيوب كقل فيديو كان متك كوسيو ديسكريبشن كميشو وصفه وقرن أيوة لا نمبر كي يقول على واتساب كا ومو بدني، لكن مرق اختيار قارم فرا وأنا سو جوابي دونا إن شاء الله ويحي سؤاله. هذا الأخ يقول، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخي العزيز، رجاء أريد زيارتك في وحدتك، ممكن تخبرني رقم الوحدة والغرفة؟ أنا ساكن خارج الجامعة في الربوة، لكن إن شاء الله تعالى رقمي اكتب لكم، وأنا إن شاء الله أتصل علي إن شاء الله أي وقت نلتقي بإذن الله تعالى. وكذلك هذا الأخ يقول، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخي لقد فتقت
لقد فقدناك. ماذا حدث؟ كانت في كان عندنا إجازة أخي العزيز، بسبب هذا ما استطعت أن أصور، وكذلك أنا ساكن خارج الجامعة ولست من سكان داخل الجامعة. وهذا الأخ يقول أستاذ إسماعيل يا حبيبي فين أنت؟ في أي وحدة؟ أتمنى اللقاء معك كمان. وكذلك أنا أتمنى أن ألتقي معكم وجالس في أي وقت إن شاء الله تعالى، وسأكتب لكم رقم الجوال. أي شخص مرحبا، رقم الجوال الواتساب فقط، واتساب رقم واتساب فقط، أي شخص يتصل علي أو يكلمني في الواتساب إن شاء الله سأرد له ونلتقي بإذن الله تعالى. هذا الأخ يقول محمد سليمان محمد، يا أخي في حال التقديم هل يشترط أن أوثق الشهادات؟ نعم لازم توثق الشهادات من الجهتين، وزارة التعليم من دولتك ووزارة الخارجية. شهادات بدون موثقة، والله شفت الطلاب وطالبين وصلوا الجامعة ورجعوا ما حصلوا التوثيق بسبب مشاكل في دولتهم، ما أدري الدورة أفريقية، ما أدري نيجيريا أو زي كذا، ما أدري والله، بسبب توثيق شهاداتهم ما حصلوا على الجامعة، وصلوا الجامعة على طول رجعت الجامعة، لأنه بدون شهادات موثقة لا يمكن. عند التقديم عادي تسجل بدون موثقة، لكن بعد القبول النهائي لازم توثق الشهادات. الباصات قريبة جدا. هذا الأخ يقول خالد سلب، صور لنا داخل الربة، أبشر بإذن الله تعالى. هذا الأخ يقول عبد الفتاح خليف، أخي عبد الشكور كيف نتواصل معك؟ أكتب لكم هذا هو الرقم اللي تشوف الآن، هذا هو الرقم. الباصات وصلت لطلاب كثيرين، الله المستعان. كما ترون الباصات وصلت والطلاب كما ترون، لازم ألحق يا جماعة، لكن الباصات 5 ما شاء الله تبارك الله، نلحق الباص. لو استطعت أن أصور داخل الباص، أصور داخل الباص، لو ما استطعت أكمل لكم فيديو جديد إن شاء الله تعالى. نلحق كما ترون الباصات، هذه الباصات 4 باصات للربوة، والباص الواحد هذا واحد وقف جهة ثانية، هذا كما أعتقد ذاهب إلى الحرم النبوي الشريف. باصات يجون الساعة 5 لكي يذهبوا إلى الربوة، أما الحرم بعد صلاة العصر الساعة 4 مباشرة. هم الباصات، نطلع الباصات. نشوف مكان، لو في مكان هذاك الباص فل، ندور باص فاضي. ما في مكان؟ في للجلوس، للوقوف ولا للجلوس؟ في مكان؟ ما في صح؟ الله المستعان، ما في باص، ما في مكان. هذول الطلاب ذاهبين إلى الربوة، أخطأت أنا، الباصات كلها للحرم، 5 باصات كلها للحرم. عادي ننتظر، لكن ربوة قريب، باصات الربوة قريب إن شاء الله. هذول ذاهبين إلى الحرم إن شاء الله تبارك الله، إن شاء الله تبارك الله، الحمد لله على النعمة. الله يوفق كل من يتمنى أن يأتي إلى المدينة. شوف يلحق هذا طالب، يلحق الباصات، 5 باصات ذهبوا، هذا باص الخامس، 4 ذهبوا وهذا الخامس. رجعوا مرة ثانية، الباصات يرجعون 3 مرات أو مرتين، ما يذهبون مرة واحدة فقط، لا. أكثر الطلاب يذهبون إلى الحرم كل يوم لأنه عندهم دروس.